سريعا لأن الوقت داهمنا. معدل الأداء الاقتصادي بعد التعويم أو ما يسمى التعويم، إيه رأيك فيه؟ احنا شايفين في مؤشرات جيدة في الاقتصاد المصري، وده اللي واضح في يعني تغيير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية إلى مصر من سلبي إلى مستقر. وده أيضا كمان واضح من تقارير أو توصيات بنوك الاستثمار في الخارج بالعودة إلى دفع المستثمرين العودة إلى السوق المصري. في مؤشر مهم جدا اللي هو معدل البطالة. معدل البطالة نزل تحت 7% في الربع الثالث من العام المالي، تقريبا 6.8 أو 9%. ودي الحقيقة برضو يعني مؤشر من المؤشرات اللي هي بتدل على أن في إنتاج وفي تشغيل، على الرغم من أن مثلا في مؤشر آخر اللي هو مؤشر مديري المشتريات لازال برضو يعني ان هو لازال يعني بيبرز بعض التباطؤ في الاقتصاد المصري على مدار حاجه وعشرين شهر، ولكن هذا الشهر والشهر اللي فات في تحسن ضئيل في هذا المؤشر. سعر الصرف في حد ذاته مش هدف للبنك المركزي، ولكن البنك المركزي يهدف في الأساس إلى ضبط الأسواق وإلى التحكم في التضخم. التضخم اللي كل دول العالم من وقت كورونا مش عارفة تنزله إلى الحدود المستهدفة، والدليل على كده إن الفدرالي الأمريكي لغاية دلوقتي لسه ما حزمش أمره متى تبدأ دورة التيسير النقدي، امتى هيبدأ الفايدة تنزل. وده بيدي مؤشر لجميع البنوك المركزية حول العالم. تمام. انها تبدأ في خفض الفائدة.